مناورات مائية ورفع للتجاوزات تدابير مختلفة اتخذتها ديقار لإبعاد الشبح الجفاف عن أهوارها مساعي وقف الهجرة السكانية وحملات وزارة الموارد في هذا الصدد وثقتها مراسلتنا في ديقار نور صادق في هذا التقرير نتابع إجراءات مختلفة اتخذتها الحكومة المحلية في ذيقار لعبور ذروة موسم الصيف عبر المناوره بالاطلاقات المائيه من السدود ورفع التجاوزات على الانهار بالكريم تم ذلك بالتعاون مع وزاره الموارد المائيه والدوائر المعنيه في المحافظه تأكيد حكومة ديقار تقوم بالكثير من الأعمال الاحترازية والتدويرية لمواجهة شحة المياه لا سيما في المناطق الرطبة والمناطق الأهوار والأنهر اللي جفت بالتأكيد يعني هذه أثرت بشكل كبير على مواطنين لا سيما هم أغلبهم يزاولون المهن والحرف اللي تعتمد على كميات المياه وهذا المتيسر نحاول أن يعني أن نصل إلى بعض المنطقة من خلال نشاطات الدور ذات العلاقة غرض التكيف مع التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وقلة الواردات وشحة الأمطار قام مركزنا ضمن خطة قد أعدها وبالتنسيق مع باقي تشكيلات الوزارة بتطهير المسالك المائية المغذية إلى الأهوار المتفرعة من نهر الفرات، هذه المسالك المائية عمقناها ورفعنا الأطيان اللي موجودة بها والترسبات الطينية. حملة لتطهير الأنهار ولتوسعة مجرى الأنهار. وصول المياه إلى الأهوار أبعد شبح الجفاف التي حاصر المحافظة خلال السنوات الماضية ووفر كميات كافية للاستخدام البشري وأسهم في إنجاح الخطط الزراعية يعني مع اتساع رقعة مناطق الأهوار وتشتت الساكنين فيها في مناطق متباعدة من الصعوبة جدا السيطرة على إنعاش هذه الأهوار بشكل عام يمكن انه خطط وزاره الموارد المائيه وانعاش الاهوار يمكن اعتماد المناطق المحدوده لانعاشها من جديد وتؤكد وزارة الموارد المائية أنها تولي قضية الجفاف في المناطق الزراعية أهمية كبيرة لمنع هجرة السكان وترك الأرض والزراعة للتخفيف من آثار الجفاف في ذيقار تواصل الموارد المائية حملات كري الأنهر في خطوة تتساوى فيها نسب نجاحها مع فشلها وفقا لمراقبين من ذقار نور صادق الرابعة